قفل سفارة الكيان الصهيوني في طهران من اول يوم في نجاح الثورة وما اعترفش بيه كدولة لحد النهاردة. وعلى فكرة نتنياهو امبارح كان في السفارة المصرية بيحتفل مع المصريين هناك باليوم الوطني. عشان تبقى عارف بس النظام الايراني بيصنع دبابات وطيارات وصواريخ وبيخصب يورانيوم كمان عشان يعمل بيه نووي. واحنا بنستنى الكونجرس الامريكي يسمح لنا ناخد قطع غيار المعدات اللي هي اصلا معظمها جايلنا في المعونة. النظام الايراني بيغير رئيس كل 4 سنين وبحد اقصى مدتين رئاسيتين بس مالهمش تالت. واقصى رقم جابوا رئيس هناك من يوم ما بقت جمهورية كان 62%. واحنا بقى حكامنا ابد الابدين وكيد المعتدين وشاش بالبتدين. النظام الايراني بيذل امريكا المذلة اللي بيذلوا شعوبهم عندنا. النظام الايراني عارف كويس قوي ان امريكا هتحسبها 1000 مرة قبل ما تخش معاه في حرب لانها عارفة انها هتقلب المنطقة كلها واحتمال كبير تعمل حرب عالمية تالتة. ايران يا حبيبي عندها ضوافر حقيقية وبتخرب وكلها عزاء بقى لفلوس عيال زايد ومليارات آل سعود. اسمع ترامب وهو بيتكلم عن سلمان آل سعود.